اليوم قمنا بافتتاح مصنعين اللي هما اساسيين في اطار منظومه تعاون نيسكوباك. المصنع الاول اللي هو ديال الاجبان والمصنع الثاني ديال اللي هو ديال العصير. وقمنا ايضا بامضاء اتفاقيه لتطوير وتثمين وتحويل صناعي للحوم لمواد جد متمنه وجد مركزه للمستهلك. هاد الشركات وهاد التعاونيات كوباك هي في مستوى عالي في الابتكار. هي استثمرت اكثر من 600 مليون درهم في اطار الازمه باش تطور المنظومه الصناعيه ديالها. وحنا كنفتخروا بهاد الاستثمارات بهاد الابتكار وبهاد المصانع، بالاخص مصنع ديال تركيز العصير الكونسنتري اللي هو اول مصنع من هذا النوع في المغرب، اللي هو مصنع استراتيجي اللي كيمكن باش نخزنوا الفائض ديال الحوامض في بلادنا. الفلسفه ديال التعاونيه هي الاندماج ما بين الانتاج والتصنيع او التلفيف والتسويق مرورا بوحدات تثمين. عندنا حاليا اربع سلاسل ديال الانتاج اللي هي مندمجه، كاين الحليب، اللحوم، الحوامض والبواكر، وكل سلسله عندها مواكبه من الانتاج الفلاحي انتهاء بالسوق. هذه المواكبه كتسمحنا باش نعطيو نتيجه مرضيه للفلاحه ديالنا، وكذلك نوصلوا منتوجات جيده اللي كتربح الثقه ديال المستهلكين.